بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد صبري، استشاري القلب. النهاردة هنتكلم على إزاي تشخص لنفسك أو تحس إن أنت في خطر، وإن الألم اللي جاي لك في صدرك ده لأ ده قلب، ولازم أروح أستشير حد أو أروح لاستقبال أحد المستشفيات. إن القصة بتبتدي بألم في الصدر، في وسط الصدر، يعني بتختلف نوعيته ما بين حرقان أو حاجة زي تقل راكز على الصدر، بيبقى معاها أعراض مصاحبة زي ميل للقيء، عرق، إحساس بالهبوط. دي أكتر أعراض بتبقى بتخليك تشككك. ممكن أكتر منها تكون الوجع ده بدأ يسمع للدراع الشمال أو للفك الأسفل. لخلاصة القول، أي وجع جاي لك حرقان أو تقل في صدرك من أول السرة لحد الفك، لأ لازم تخاف، ولازم إن أنت تستشير دكتور في أقرب وقت. ولو بدأت تحس بالهبوط أو بالعرق أو بالميل للقيء، لا يبقى لازم تتوجه، وياريت ما تسوقش، وإن حد هو اللي يوصلك للأقرب مستشفى أو استقبال، عشان خاطر دي بتبقى غالبا الكلام. في حاجة بس عايز أقولها، إن مرضى السكر لا ساعات بيبقى عندهم آلام ممكن تشكك، بس لازم نبقى أكثر حيطة في مرضى السكر، لأن هما الآلام بتبقى بتيجي بشكل مختلف، وتبقى في الآخر دي عبارة عن ذبحة أو جلطة. شكراً.